لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الشوط الرئيسي للبريدي للبريدي للسيل للسيل السيارة الثالثة مع البريدي حيوه يا جمهور حيوه حيوه البريدي وحيوه السيل الله حمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي تستاهل فوز السيل وانتزاع للشوط المفتوح وتحقيقه للسيارة الثالثة في رصيده في هذا في مسيرته الرياضية تستاهل خير يا ابو بريك الله يطول عمرك مش سلالة السيل ابوه نجد بن حفيظ وامه مهجنة من هجن محمد بن حمد آل الزيوح ومشاركاته قبل الشوط قبل اليوم طال عمرك سابق وحاط تيم الركض كله المحلي الأول وفي رصيده سيارتين العام وسيارة في إضافة في اليوم نعم يعني ثلاث سيارات في الرصيد ما قصد نعم نعم كيف كان الشوط اليوم محمد والله شوط قوي وكان يعني اسمه الشوط الرئيسي شوط قعود اليوم جر الشوط جر عادة دائما يجر الشوط هل كان عندك تخوف يا ابو هادي جدا لين تعدى خط النهايه ومتى الضغط النفسي عليك من متى بدا والله طال عمرك من ركضت المحلي الاول ليش لان عندك قعود سبوق مرشي نعم ايش كان الخوف من حمد يختل القعود او ما يجي على الخاطر طال عمرك انت تتعامل مع مطيه بهيمه لا يتكلم والمطيه طال عمرك الركض قبله اذا تقبلت المطيه جاك ركضها وما تقبلت ذاك النهار ما جاك الا ربعها ونصف اكيد خلينا نشوف عبد الهادي تستاهل ناموس يعني ناموس تستاهل خير يا ابو بريك كيف كانت مشاعرك اليوم وانت تتابع السيل اللهم لك الحمد مشاعر اي واحد متنومس وماخذ الشوط الاول والله يبارك فيه وجعلنا حمان ندق حزن ابو هادي كل الخير وبركه اللي قدمها لنا بتم استعداد وهل هناك مفاجات بعد انتقال السيل لهجن الشحن والله نقول لهم الراسي دائما ما يخلى ونتوعدهم ان شاء الله بالجديد الله وجهك ونرجع للراسي يا الراسي ليش ما شاركت قعود في السباق المحلي الثاني يعني خطه تكتيكيه طال عمرك انا ما احب كل انسان له قناعات في ترتيبه وطريقته انا ما احب ان يركض المطيه في كل سباق هل هو يستنزفها نعم نعم اخترت وحصلت اليوم نعم ما ذخرت في السباق عينت حمد بن عبد الهادي هذا الفوز والناموس لمن تهدي اهديه الى شعار السيل وعلى محبين السيل وشعار السيل يرضى الله وجهك وجعلنا مسدام شكرا جزيلا مرحبا ومسهلا شكرا يا عبد الله مرحبا ومسهلا شفت نوم لابته لابته وقفته شوميلة شوميلة شوميلة